بسم الله. شوفوا كيف نثري، شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله. حنبدأ نغرف، نقول بسم الله. شوفوا شوفوا كيف ما شاء الله، شايفين شايفين كيف دايب وشي يفتح النفس حرفيا. وهذا إدام البرياني، شايفين كيف كده. وهذا الزبادي، شايفين كيف. بسم الله. لذاذة متوعية. يا اهلا وسهلا فيكم بقناتي، انا شيف وجدان محمد. اذا اول مره تشوف قناتي او فيديوهاتي لا تنسوا تشتركوا تحت في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان اول فيديو ما انزله يكون جديد يوصلكم على طول في الاشعارات. ولا تنسوا لو عجبكم تكتبوا لي رايكم تحت وتشاركوا هذا الفيديو مع اي شخص تحبوا يطبق الطريقه او يستفيد منها. اليوم ان شاء الله حنسوي البرياني بالطريقه الاصليه، طبعا برياني دجاج. حتذوقوه كده وحتستمتعوا فيه ومتاكده حتشكروني. اول شيء طبعا في الوصفه قبل ما نبدا الوصفه حارد لكم المكونات على السريع وحكتب لكم كل المقادير اسفل الفيديو. الدجاج نقدر نستخدم الصدور، نقدر نستخدم الدجاج بعظم، ولكن الوصفه الاصليه بيستخدموا فيها الدجاج بعظم. تقدر تستخدمي قطع مشكله، تقدر تستخدمي افخاد اللي متوفر. اول حاجه حبدا اذكر لكم كل المقادير في الفيديو، كمان حكتب لكم اياها تحت اسفل الفيديو في صندوق الوصف. اول شيء حنحتاج البهارات هذه اللي هي عباره عن شويه كركم، ملح، زنجبيل باودر، فلفل حار كشميري، وبهارات المسالة. حنحتاج خل، وكمان حنحتاج عصير الليمون تقريبا حبة كاملة، طماطم مقطعة صغير مربعات صغيرة، وحنحتاج زبادي تقريبا كوبين من الزبادي الروب، وحنحتاج معجون الطماطم تقريبا ملعقتين كبيرة. وطبعا الكمية حتزيد أو حتنقص حسب كمية الدجاج المستخدم وحسب عدد أكواب الرز. حنستخدم كمان فصوص الثوم المهروس، تقريبا استخدمت 5 فصوص، زنجبيل مفروم او مبشور، وممكن تستخدموا الجاهز اللي هو بيجيكم ميكس ثوم مع زنجبيل. وكمان حنحتاج لكزبرة مفرومة ناعم، وحنحتاج نعناع مفروم. الكزبرة والنعناع تقدروا تخلوها اوراق تمام، وتقدروا تفرموها. انا بالنسبة لي فرمتها، احس انها تكون متجانسة اكثر مع الرز. الاوراق ممكن تكون تضايق اكثر في الاكل تمام. الآن كمان حنستخدم الدجاج. الدجاج هنا عندي تقريبا دجاجة كاملة قطعتها 4 أو 6 قطع، مو 4 قطع، 6 قطع. بعد ما ذكرت لكم كل المقادير، هنا عندي الدجاج قطعته ونظفته وشلنا الجلد تمام. شايفين كيف نظفته مرة كويس. حنبدأ الآن نتبل الدجاج، بس حاشيل الموية هذه عشان ما تخرج زفرة. هنا عندي كزبرة، عندي نعناع، طبعا هذه ما حنستخدم الكمية كلها، بس حنستخدم جزء، الباقي حنحطه في طبقات البرياني. معجون طماطم، ثوم مهروس، زنجبيل مبشور فريش، أو تقدر تستخدم اللي هو بيجي جاهز، الثوم مع الزنجبيل، الليمون. نبدأ نضيف الثوم المهروس، الزنجبيل المبشور، معجون الطماطم، هنا عندي الطماطم نقطعها مكعبات صغيرة وممكن تستغني عنها. واهم حاجة البهارات، برياني الاصلي لا تحطوا اي بهار، بهارات كبسة مشكلة، بهارات مدري ايش، ما حتذوقي الطعم الاصلي. فايش البهارات اللي حنستخدمها الان تمام، عشان تعطينا طعم البرياني الاصلي كأنكم تاكلوه في الهند حرفيا يا جماعة. حنستخدم الفلفل الاحمر الكشميري، وهذا اهم مكون في البرياني. ملح، وحنستخدم شوية من بهارات المسالة، وهي مكون أساسي في الوصفة، بيستخدموا فيها البهارات الحب زي القرنفل والهيل، وفي بهار اسمه زي شكله زي النجم وما أعرف إيش تسموه. وحنستخدم شوية كاري والكركم مهم، الملح وشوية بودرة بصل. حبدأ أحطهم على الدجاج، حنضيف البهارات. طبعا خلاص في الرز ما حنضيف ولا شيء، إحنا أضفنا البهارات هنا كلها تمام. هاخذ شوية من النعناع، بس شوية عشان الباقي حنحطه في الطبقات حقت الرز.
شوية من الكزبرة، هنا عندي خل، عصير الليمون والزبادي. تقريبا استخدمت زبادي روب تقريبا علبتين، يعني تقريبا كوبين من الزبادي. الآن حنقلب كل المكونات مع بعض. الخطوة الثانية، دخلنا الدجاج مع التتبيلة في الثلاجة، حنبدأ نجهز البصل المقلي. هنا عندي البصل قطعته أجنحة اللي هو أنصاف دوائر، حبدأ أحط على رشة نشا بس عشان ما يتشرب زيت. أوكي، تقدر تقليه بدون نشا عادي. وأقلب شويتين نبدأ نقليه، نحمل الزيت مرة وننزل البصل على دفعات عشان حرارة الزيت ما تنزل معانا والبصل يتشرب الزيت. أول حاجة حنبدأ نجهز الزيت نحميه، فححط هذه الكمية بس من الزيت على كمية البصل اللي حقليها. حخليه يسخن على نار عالية عشان البصل لازم لما تقلوه النار تكون عالية، ولا تطولوا عليه، كل ما حتخلوه في النار حيغمق وحيصير طعمه كذا فيلو مرارة. تمام، حأضيف على البصل شوية نشا، وممكن ما تضيفيها، حنقلبه ونوزع النشا عليه، وبعدها نبدأ ننزله على دفعات في الزيت. الزيت زي ما انتم شايفين مرة حار، أضف تقريبا ملعقتين كبيرة من ملاعق اللي هي نغرف فيها الأكل، مو ملاعق الطعام، نفس الفيديو بالضبط، أضفت ملعقتين وبعدين خلاص قلبتهم بشكل مستمر. الآن صار جاهزين معايا هذا اللون المطلوب، حنخرجهم وحنحطهم على مصفاية عشان يتصفوا من الزيت، أو ورق ورق التجفيف حق الزيت. الآن حبدأ أخذ شوية من البصل وأحطه على الدجاج. تقدروا تسووا هذه الخطوة قبل، يعني تسوي تبدأ في البصل عشان تتبليه مع الدجاج في الثلاجة، أنا سويتها بعد. بعدين حبدأ خلاص أحط شوية زيت في القدر اللي حطبخ فيه البرياني، وحبدأ أنزل الدجاج. حنزل الدجاج القطع، تمام، وبعدين حننزل التتبيلة، الخلطة الباقية كده اللي هي في الصحن من تتبيلة الدجاج. ونقلبه كله عشان ما نبغى جهة تتحمر وجهة تانية لا. وحنخلي النار متوسطة ونغطيه لين ما يستوي الدجاج. الآن تقريبا بعد مر نص الوقت، يعني صار الدجاج نص استواء، حضيف البطاطس عشان ما ضفتها من البداية عشان ما أبغاها مرة تصير مهرية، كمان حنحط لسه مع الرز فحتصير مرة مهرية وممكن تتخبص كده مع الرز، فهمتوا، وتختفي ما تبان. فحضيف البطاطس وأوزعها وخلاص، حاعطيها تقليبة كده خفيفة عشان تتجانس مع التتبيلة والدجاج، وارجع اغطيها. تقريبا الدجاج اخذ 40 دقيقة، بس لا تطول عليه اكثر لانه لسه حيستوي مع الرز. هنا عندي حليب دافي، مو حليب بارد ولا حليب بحرارة الغرفة، دافي يعني في شوية حرارة. أضفت عليه الزعفران وقلبته عشان يعطينا اللون. حنخليه على جنب عشان آخر خطوة قبل ما نقفل النار في البرياني حنحطه. هنا حنبدأ نجهز الرز. الرز لازم نسلقه نص استواء، فجهزت هنا موية وحطيت عليها هيل، قرنفل، بهارات صحيحة بشكل عام، قرفة، تقدر تحطي البهار اللي هو النجمة، تقدر تحطي بهارات، أشكال وأنواع من البهارات الصحيحة تقدر تحطيها في الموية اللي حنسلق فيها الرز. أضفت تقريبا
ملعقة كبيرة ملح، ملعقة طعام، ذوبتها وخليت الموية تسخن. لما تبدأ تسخن معاكم كده تبدأ تطلع بخار خفيف، نبدأ ننزل الرز. الرز حبة طويلة مغسول ومنقوع. هبدأ أخرج الرز وأصفيه من الموية مرة كويس، مهمة هذه النقطة، وأحطه في مصفاية كله إلين ما أطلعه كله يتصفى، بعدين أبدأ أحطه على الإدام. الإدام هنا هاخد منه جزء بس طبعا بدون دجاج، بس البطاطس والإدام عشان حنستخدمه في طبقات البرياني. هبدأ أحط الرز اللي خليته يتصفى من الموية مرة كويس، أوزع نص الكمية في هذه الطبقة، وبعدين أحط شوية من خليط البرياني اللي كان مستوي مع الدجاج. وأضيف النعناع، أضيف كزبرة، ونضيف شوية كمان بصل مقلي، وحنضيف كمان الرز آخر حاجة. خلاص هضيف كل كمية الرز الباقية، وأرجع أحط شوية من إدام البرياني وشوية من الكزبرة والنعناع، وأحط المنقوع الزعفران اللي سويته معاكم. حطيت خلاص المنقوع زعفران، الكزبرة، النعناع، آخر حاجة هحط البصل المقلي، تمام. وحنضيف خطوة مرة مهمة، شايفين شكله صار مرة مشهي يا جماعة، والريحة ما وصف لكم إياها، لسه أنتوا ما شفتوا كيف الشكل النهائي. حنضيف تقريبا ربع كوب موية وربع كوب زيت، وتقدر تستبدل الزيت بالسمنة على حسب رغبتكم. وبعدين حنغطيه مرة كويس، إما إنك تغطيه بقصدير وتحط المنظر فوقه بسم الله خط القدر، شوفوا أو كيف تغطيه زي كده بصينية وتحطي فوقه الرحمن. شوفوا افتح النفس، شوفوا كيف، شايفين ما شاء الله، شوفوا المنظر، إيش رأيكم؟ شوفوا شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله. حنبدأ نغرف، نقول بسم الله، شوفوا شوفوا كيف ما شاء الله، ايش رايكم؟ شوفوا كيف نثري نثري، شيء رهيب بسم الله. خليني اوريكم الدجاج كيف مهري، طبعا انا صورت في الانستغرام، اخذ معاكم قطعه تانية من هنا. شوفوا شايفين، شايفين كيف دايب وشي يفتح النفس حرفيا. شوفوا معايا هذه البطاطس، حوريكم قد ايش مره دايبه يا جماعه، حاجة كده فاخرة. شوفوا شوفوا كيف من قريب، شايفين؟ بوريكم اياها بيدي قد ايش دايبة. ايش اللذاذة هذه؟ لما نقول حرفيا نتعدى مرحلة اللذاذة، يعني نتعدى مرحلة اللذاذة. وهذا إدام البرياني، شايفين كيف؟ ناخذ كذا شويه ونحط هنا كذا، وهذا الزبادي، نقول بسم الله ونقلب، شايفين كيف؟ بسم الله. لذاذة مو طبيعية حرفيا، اتعدى مرحلة اللذاذة، لازم تجربوه وبالعافية. لا تنسوا تكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، تجربوه تكتبوا لي كيف كانت التجربة وكيف طلع معاكم
وكيف كل شخص ذاقه إيش كان رأيه. شاركوا هذا الفيديو مع أي شخص تحب يطبق الطريقة أو يستفيد منها، ولا تنسوا تشتركوا في قناتي. أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.